السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا أبنائي أبناء دار الثقافة، أهلا بكم في درس جديد من دروس الفصل الثاني والدرس الخامس، وهو خصائص الجمع. خصائص الجمع، يوجد خصائص مهمة لابد أن نعرفها، ومن أهم الخواص الخاصية الإبدالية. لا يتغير مجموع عددين بإبداله ترتيبهما، مثل 7 + 11 بتساوي 11 + 7، الجمع عملية إبدالية، الناتج هيكون 1. 7 + 11 = 18 بتساوي 11 + 7 = 18، نفس الناتج. يبقى الخاصية الإبدالية لا يتغير مجموع أي عددين بإبدال ترتيبهما. مثال آخر عليه، 2 + 3 + 9 + 5 بتساوي 9 + 5 + 2 + 3 هيعطينا برضو نفس الناتج. الخاصية التجميعية، وهي مجموع 3 أعداد لا يتغير بتغير العددين الذين نبدأ بهما عملية الجمع، مثل 9 + 6 محطوطين في القوس زائد 4 بيساوي 9 + وافتح قوس واكتب جواه 6 + 4. نلاحظ ان القوس اول قوس موجود على 9 و6، وتاني قوس الناحية التانية موجود على 6 و4. لو انا بدلت مكان الاقواس مفيش مشكلة، هيطلع برضو نفس الناتج، زي 1.8 + فتح قوس 2 + 5 وقفل القوس بيساوي، ممكن يحط القوس اللي في الاول خالص، 1.8 + 2 + 5. الخاصية الثالثة، وهي خاصية العنصر المحايد الجمعي، ناتج جمع أي عدد إلى الصفر يساوي العدد نفسه، يبقى الصفر هو المحايد الجمعي. لو أنا جمعته على أي رقم يديني هو نفس الرقم اللي أنا جمعته عليه، زي 14 + 0 يعطيني 14، 0 + 6 = 75% يديني 6.75%، علشان كده سموه عدد محايد، لا يؤثر في قيمة الرقم المجموع عليه. أمثلة على خصائص الجمع. أول مثال، ما خاصية الجمع المستعملة فيما يأتي؟ 17 + 3 + 24 بيساوي فتح قوس وكتب 17 + 3 وبعد كده قفل القوس + 24. نفكر كده يا شباب، الخاصية دي خاصية ايه؟ احسنتم، اللي هي الخاصية التانية، اللي هي الخاصية التجميعية. نلاحظ ان الذي تغير في العددان الذين بدأنا بهما عملية الجمع، إذن هذه خاصية تجميعية لعملية الجمع. المثال الثاني على الطيور، يوضح الجدول المجاور أعداد الطيور في مزرعة والد فاطمة. استعمل خصائص الجمع ذهنيا لإيجاد مجموع هذه الطيور ذهنيا. نلاحظ في الجدول السمان 5 طيور، الدجاج 27 دجاجة، الحمام 15 حمام. بما انه من السهل جمع 5 و15، فانه يمكن تغيير الترتيب وتجميع هذه العددين معا، فيكون 5 + 27 + 15 بتساوي 5 + 15 + 27، وهذه خاصية الإبدالية. الخطوة التالية، فتحنا قوس وكتبنا 5 + 15 وقفلنا القوس + 27، وهذه خاصية تجميعية.
الخطوة الثالثة بنجمع الخمسة زائد الخمستاشر يساوي عشرين، عشرين زائد سبعة وعشرين. الخطوة الأخيرة نجمع عشرين زائد سبعة وعشرين يساوي سبعة وأربعين، لذلك فإن عدد الطيور الموجودة في مزرعة والدة فاطمة يساوي سبعة وأربعين طائر. المثال الآخر، استعمل خواص الجمع لجمع الكسور العشرية. استعمل خواص الجمع لإيجاد 8 من عشرة زائد 5 و 6 من عشرة زائد 4 من عشرة ذهنيا، بما أن 6 من عشرة زائد 4 من عشرة يساوي 1، فإنه يمكن تجميع 5 و 6 من عشرة و 4 من عشرة معا. 8 من عشرة زائد 5 و 6 من عشرة زائد 4 من عشرة يساوي 8 من عشرة زائد، أفتحنا قوس، 5 و 6 من عشرة زائد 4 من عشرة وقفتنا القوس، وهذه الخاصية التجميعية. نزلنا 8 من عشرة وجمعنا الرقمين المحاط بأقواس بستة، طلع ستة. الخطوة الأخيرة إن احنا نجمع 8 من عشرة زائد ستة يساوي ستة وتمانية من عشرة. يمكنك أيضا تكوين مجموعات من عشرة لتسهيل الجمع ذهنيا. مثال آخر على المجموعات من عشرة، استعمل خصائص الجمع لإيجاد 18 زائد 26 ذهنيا. 18 زائد 26 بتساوي 18، تم تجزئها لتمانية زائد عشرة في أقواس، والستة وعشرين تم تجزئها إلى عشرين زائد ستة في أقواس. الخطوة التالية وهي الخطوة الإبدالية، الخاصية الإبدالية، بدلت الأماكن الأرقام، عشرة زائد عشرين زائد تمانية زائد ستة. الخاصية التالية وهي الخاصية التجميعية، أحطنا بأقواس على العشرة زائد عشرين والقوسين الآخرين على تمانية زائد ستة، فعشرة زائد عشرين تلاتين، أما ستة زائد تمانية بتساوي أربعتاشر. الخاصية الأخيرة وهي الجمع، هنجمع 14 زائد 30 يساوي 44. بكده يكون الدرس انتهى، والحمد لله هو درس سهل وبسيط، ولكن محتاج ان احنا نعرف خواص الجمع الثلاثة، وبقولها مرة اخرى وهي خاصية الإبدال، ولا يؤثر في نتيجة الجمع عند إبدال الرقمين. أما الخاصية الثانية وهي الخاصية التجميعية، أما الخاصية الثالثة وهي خاصية المحايد الجمعي. شكرا لكم، ونلتقي في دروس ثانية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.